جاني متهم أم بريء؟ منظومة ترى ان استخدام التكنولوجيا الحديثة، جبت الجهاز قشطة جدا، انا وصلت كده عديت، مش مهم لا مهارة ولا خبرات، اجيب اي حد، الجهاز ده بيقول بابا وماما، ابيض اسود، متهم ولا جاني ولا ده جاني جدا اللي بيفكر كده. جاني جدا. انا عندي تكنولوجيا عالية واوكي وكل حاجة، طب مين اللي هيوظفها؟ مين اللي هيشغلها؟ مين اللي هيقول انا هستخدم التكنولوجيا الفلانية في الحتة الفلانية؟ زي ما احنا شايفين قدامنا اللي تحت عنده تكنولوجيا، يعني هم دول نفس الشخص، بس الدكتور الاولاني عنده تكنولوجيا. طب التكنولوجيا دي وصلته لايه؟ وصلت للنتيجه اللي احنا شايفينها دي. اللي تحت هي اللي تحت ده بعد ما راح لدكتور تجميل، ده بعد ما راح، ما دي اللي قدام ده، دي تركيبه ثابته زي ما احنا شايفين المارجنز بتاعتها، الحز او الوصله ما بين السنه واللثه باينه، دي بتدخل اكل، بتعمل لنا مشاكل جوه. ليه؟ عشان هو مش عارف يوظف، مش عارف يستخدم التكنولوجيا. تاني حاجة عندنا الشكل قد جدا، احنا زي ما احنا شايفين اي حد هيبص للصورة اللي تحت دي هيعرف مكان التركيبة فين، هيعرف ان السنان دي شكلها مش حلو اساسا، شكل السنان دي هيبقى بالنسبة لاي بني ادم حاجة تضايقه وهو بيبص. اصل برضو بيني وبينك السنان اللي تحت دي مش ممكن تكون، انا يعني واحد راح لدكتور سنان او راح دافع فلوس لمكان وطلع بدي، ده بعد الشغل. والمشكلة بقى ان الحد بعد ما دفع خرج، ازاي تخرج وانت كده؟ ما دي برضه ثقافة مرضى. انا ما اخرجش وانا، يعني ده بعد ما خد سنانه اللي فوق دي بقى عمل ايه؟ لا هو ما كانش مصدق نفسه ان هو ينفع يوصل لكده، هو اساسا دلوقتي يعني تحت شكله عامل سنانه، فوق شكله طبيعي جدا زي ما احنا شايفين اللثة، ما فيش مارجنز ما بين ده حتى رصة سنان حلوة. يعني حتى لو واحد شافه قبل كده وعارف شكله كويس وشافه وشاف تجميل، هو شاف تجميل حلو صح، شاف حاجة حلوة. ولو حد شافه الأول تعرفه، في ناس تعرفه، يعني في ناس هتقول له أنت عامل حاجة في سنان عشان شاف الوحش، ما شاف الوحش وصاحبه بقى. لكن لو أول مرة مش هيعرف إن هو عامل حاجة في سنان.